أهلا بكم، أستعرض معكم اليوم أحدث سماعات لاسلكية من شركة هواوي الصينية، وهي سماعات FreePods 4i، والتي تأتي بكثير من الميزات والأهم بسعر منافس. ولكن لا تنسوا عمل لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. دعونا الآن نرى ما في داخل العلبة. هكذا تبدو علبة السماعات من الخارج. نفتح العلبة. لدينا سماعات بالطبع، لدينا كابل شاحن من نوع USB-C، ولدينا هنا قطع من السيليكون بثلاثة مقاسات لتناسب أذنيك. بالإضافة إلى دليل البدء السريع ومعلومات السلامة وبطاقة الضمان. تصميم حافظة أو علبة السماعات كما نشاهد انسيابي، صغيرة الحجم أصغر من سماعات FreePods 3 و FreePods Pro. مثالية لحملها في راحة اليد. هنا لدينا ضوء LED للإشعارات يضيء عندما تشحن السماعة أو تكون متصلة أو مقترنة بهاتف ذكي، ولدينا منفذ USB-C للشحن. أما وزن علبة السماعات فيبلغ 36 جراماً ونصف. هكذا تبدو السماعات، نحيفة وخفيفة. وزن السماعة الواحدة 5 جرامات ونصف بطول 3.75 سنتيمترات، وهي حقيقة مريحة أثناء الارتداء خاصة لفترة طويلة. رغم صغر السماعات إلا أنها زودت ببطارية كبيرة ذات عمر طويل تعمل لعشر ساعات بعد شحنها بالكامل. تتميز بالشحن السريع، وعند شحنها لعشر دقائق فقط يمكنك الاستماع لأربع ساعات من الموسيقى. سعة البطارية لكل سماعة هنا 55 ملي أمبير ساعة، ولعلبة الشحن 215 ملي أمبير ساعة. تعتمد مدة التشغيل بالطبع هنا على تفعيل أو تعطيل تقنية إلغاء الضجيج سواء أثناء الاستماع للموسيقى أو المكالمات الهاتفية. تتميز السماعات كونها سماعات أذن ستيريو بجودة صوت عالية، وتقنية تتيح إلغاء الضوضاء النشطة، كما تتيح الاستمتاع بصوت واضح جدا حتى في البيئات الصاخبة. طبعا تماما كسلسلة سماعات FreePods من هواوي، تكتشف سماعات FreePods 4i الضوضاء المحيطة من حولك من خلال الميكروفونات، وتولد موجة صوتية عكسية لتقليل الضوضاء مثلا في الأماكن الصاخبة كما قلنا. أنصح هنا باستخدام تطبيق AI Life من هواوي للتحكم في السماعات وضبطها بالشكل المطلوب لتعطيك أفضل صوت ممكن. يمكن هنا التنقل بين وضعي الوعي Awareness الذي يسمح لك بالاستماع إلى الصوت المحيط دون نزع سماعات الأذن، ووضع إلغاء الضوضاء. بمجرد الضغط هنا، الضغط المستمر على سماعة الأذن، ستقوم السماعات بالتبديل تلقائيا بين وضع الوعي ووضع إلغاء الضوضاء النشطة. تدعم السماعات تقنية بلوتوث 5.2 الأحدث، ولكنها للأسف لا تدعم الشحن اللاسلكي، وهو ما يبرر ربما سعرها بالمقارنة مع سماعات أخرى من هواوي. بالنسبة للألوان، تتوفر السماعات بألوان مختلفة مثل السيراميك الأبيض الذي لدينا هنا، والكربون الأسود، واللون الأحمر. أما سعرها فيبلغ 299 ريال قطري، وتختلف الأسعار حسب المنطقة الجغرافية. ما رأيكم في مواصفات السماعات مقارنة بالسعر؟ لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم. ألقاكم في مراجعة جديدة لمنتج جديد بإذن الله.